امبارح تم افتتاح معرض محمد حسنين هيكل رحلة حياة بمكتبة الإسكندرية، وده ضمن مشروعات مكتبة الإسكندرية لتوثيق تراث الرموز المصرية. وطبعا ده بعد لما تلقت المكتبة إهداء كبير وضخم من أسرة هيكل بنقل مكتبته الشخصية. نحن اليوم إذ نفتتح هذا المتحف، نحن نقدم للمكتبة إضافة جديدة لكل ما فيها من روائع، باعتبارها أيقونة على شاطئ البحر المتوسط، تجسد الثقافة المصرية القديمة مع الثقافة اليونانية مع الثقافة الرومانية. نحن هنا في متحف حقيقي وبيت خبرة، فنسعد أن ينضم إلينا ما كتبه الأستاذ محمد حسين هيكل وما وصل إليه من وثائق لم يبخل بها على أحد. وكان البعض يرى أن عصر هيكل مرتبط بزعيم معين أو قائد معين، لا، لم ينطفئ نوره أبدا في كل العهود. بالعكس، أنا أعتقد أنه بعد ما ترك الأهرام سنة 74 ازداد تألقا وانتشرت مؤلفاته وصدرت كتبه باللغات الأجنبية، وأصبح شيئا يستحق أكثر مما نتصور من الاحترام والتقدير. ده التهليه عملته للحفاظ على التراث الجميل اللي هو سابه، لانه كان هيضيع واحنا ضيعنا ياما. فانا يعني بناشد كمان في الوقت ده هو انه كل اللي عنده جزء من مصر. يعني انا بعتقد انه كل حاجه، الترابيزه دي، الكرسي ده، يعني كل حاجه. قيمه الاستاذ هيكل وخامته يعني يعترف بها الناس جميعا، حتى من يختلفون معه او لا يشاركونه اراءه، لكن الخارج عن أي نقاش هو قيمته في المهنة في الصحافة، وقيمته كمفكر وكسياسي أيضا، بل ومعلم لأي رجل من رجال الدولة. هذا هو رأيي. إضافة لده الحقيقة العلاقة الإنسانية والشخصية اللي كان يعني يتفضل بها الأستاذ هيكل عليا وعلى غيري، يعني من أجيال صغيرة بالنسبة له، ولكنه كان يعاملني ويعامل آخرين أعرفهم كأننا أصدقاء.